لك شو صرك يا علي؟ نحن شو خصنا؟ مختار هنك انت، يا بيطلع ابن المرأة الحرق المستودعات بالمنيح، يا وين بطلعوا بالأبيح؟ وهي على سمع الكل، اللي بجرب يدق بالمعلم جبيل دق بهالرعبة، شوفوها منيح. يا ابني والله نحن مش قبلانين باللي صار، اللي احترق كأنه من رزقنا اللي احترق. حكي مش إلك يا ابو احمد. معناتها روقها ما بقى تولعها، نحن كلنا معك. نار ولعت وهبت اب يا مختار، ما بيطفيها غير دم الولعة. روح.